حياكم الله مشاهدينا، راح أخذكم لأبرز الأخبار السريعة بفقرة Good News، ورح نبدأها من مصري يغني للبهارات وأفندي في معرض البصرة. يشهد معرض البصرة الدولي للتجارة العامة الذي دخل يومها الخامس إقبالا واسعا على منتجات متنوعة تقدمها 140 شركة من العراق ودول عربية وإقليمية، مع فرص لصفقات وعقود بين التجار العراقيين وشركات بعض الدول المشاركة. والمعرض المقام على أرض معرض البصرة الدولي في ميناء المعقل وسط المدينة، افتتح المعرض في الخامس من شهر تشرين الأول الجاري ويستمر لعشرة أيام قابلة للتمديد. والدول المشاركة هي لبنان والأردن، مصر وإيران وسوريا وتركيا والكويت والإمارات والجزائر، بالإضافة إلى شركات عراق. أما خبرنا الآخر، نوارس سيبيريا حطت على دوب الناصرية. لفت انتشار طيور النوارس قرب جسر الدوب والحديدي انتباه المارة وهو صيد السمك في الناصرية، حيث تضاعفت أعدادها مقارنة بمواسم الهجرة السابقة. وتحلق النوارس فوق نهر الفرات الذي يقسم مدينة الناصرية إلى قسمين، الأول صوب الشامية والثاني صوب الجزيرة، الذي يضم مراكز تجارية قريبة من ضفاف النهر وسط حركة مستمرة بين الجانبين. وخبرنا الآخر، تحليق في سماء فلسطين تحية لفلسطين. طوفان الأقصى ورفع الطيار الشراعي حسين الشيحاني وبمشاركة عدد من الطيارين العراقيين راية كبيرة في سماء بغداد تحمل عبارة طوفان الأقصى وعلمي العراق وفلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني. ويقول الطيار الشراعي حسين، تم تنفيذ هذه الفعالية من سماء بغداد الحبيبة ومن هذه الأرض التي لا طالما أنجبت رجالا وقفوا مع القضية الفلسطينية، ولدينا مراقد للكثير من الشهداء العراقيين في الأراضي الفلسطينية، واستخدمنا الطيران الشراعي الذي استخدم في العملية الأخيرة في فلسطين. وأخبرنا الأخير لهذا اليوم، باستة ألفريدو الإيطالية على عربة آدم في كركوك. افتتح الشاب آدم خورشيد عربة لبيع الباستا في منطقة روناكي وسط مدينة كركوك، ويقول إنه يقدم مذاقا يضاهي مطاعم الخمسة نجوم. آدم هو أول بائع في كركوك يقدم الباستا الإيطالية في عربة، وأحيانا يتجول من روناكي إلى الشورجة ومن ثم العودة بنفس الطريق لكن باتجاه شق حي الحسين ليستقر بالقرب من محطة الوقود. ومشاهدينا، هذا الشيف يقول إن الكركوكي تعلم الخلطات من خلال متابعة طهابة رزين عراقيين وأجانب، ويقدم آدم عدة أصناف من الباستا أبرزها ألفريدو، ويبيع الوجبة ب 1500 دينار باستخدام مكونات ذات جودة عالية. مشاهدينا، هذه كانت أبرز أخبارنا لفقرة Good News.